الأجيال اللي قبلينا ويمكن بعدينا يمكن الدنيا يمكن كرة اليد اتقصرت شوية، مش في نادي الزمالك ولا في الأهلي، ده في مصر كلها، في مصر كلها على حتى المستوى الدولي، وده يمكن مخلينا إن احنا يعني حتى أنا آسف يا كابتن، دي لقطات حية لإحماء الفريقين خارج الصالة استعدادا لدخول صالة واحد، المكان ده أو الممر ده قدام الباب الرئيسي لصالة واحد، صالة واحد ما في ظهر الكاميرا، يعني راح هناك ده باب صالة واحد بيكون في ظهر الكاميرا. اتفضل يا كابتن. حتى نادي الزمالك لما بيجي يستعين برقم واحد ان هو لازم خط خلف، يمكن جاب وسام سامي لان هو عنده نقص في المكان ده، فوسام ابن الزمالك كمان، فدي كمان واخد على المدرسه، واخد على المدرسه دي، واخد على الاداء، مستوى عالي. طبعا خط خلفي بوجود مسعد بركوس قوي، عندنا طبعا علي هشام موجود، وعندنا ريشه، يمكن ريشه من اللعيبه الخبرات العاليه جدا، ولكن طبعا ما بيقدرش ان هو عشان اصابته ان هو يقدر يكمل بنفس الاداء وبنفس القوه، ولكن اعتقد لما بينزل في فترات معينه ممكن يقدر يصنع يعني يقدر يحول مجرى المباراه خصوصا في الاوقات الاخيره. وجود طبعا باركوس جنب احمد الاحمر الخط الخلفي هيدي قوه كبيره جدا، وهيتعب دفاع النادي الاهلي. يمكن كان دفاع النادي الاهلي كان ممكن يعني يبتدي يميل على احمد الاحمر شويه ناحيه، ممكن كان لو علي هشام موجود او ريشه ممكن يبقى مايل ناحيه الاحمر شويه بالظبط كده، انما دلوقتي هيبقى عنده الناحيتين شغالين الناحيتين، فده هيتطلب من دفاع النادي الاهلي التركيز على الملعب كله، على الاداء، على الخط الخلفي كله. طبعا كريم ايمن ساعات بيلعب سواء باك ليفت او بيلعب في الوينج. في اكرم طبعا يمكن من اللعيبه المميزه نادي الزمالك، يمكن بيعتمد على الدفاع بقوه، زائد محمد علي لو متألق بيطلع كوره من اي وضع فاص بريك، اللعبه الاولى عند محمد بيبنيها صح بالظبط كده. يمكن شايف ان اللعبه هيبقى على اكرم في الفاص بريك، هو الاسرع بالظبط كده للناحيه اليمين اللي هو الاشول الوينج رايت. في طبعا في دونجل بيبقى ليه دور كبير جدا، محمد علاء لوكا صناع لعب، ساعات نادي الزمالك بيعتمد لما بيبقى عنده مشكله في الخط الخلفي وخصوصا في الناحيه الشمال اللي فيها باركوس اتعوضت، بيلعب باثنين صناع لعب، يعني بيعتمد على الناس اللي بتفكر قوي ان هي تحتفظ بالكوره قوي، فممكن يلعب بحسن يوسف، كان بيلعب بحسن يوسف، بيلعب بدونجل، دلوقتي بيلعب بمحمد علاء ويلعب بدونجل جنب احمد الاحمر، فدي برضو عنده نادي الزمالك يمكن عنده يعني يمكن اللعيبه حافظين بقالهم فتره كبيره جدا بعض صحيح. فعارفين الاوقات لما الملعب بيزنق عليهم بيعملوا ايه. صحيح كابتن، على فكره بلغوني دلوقتي خلاص سوبر اليد سيدات انتهى، بريميرو دي اوجست هو سوبر افريقيا 26 فاب 23، اذا هو سيمثل القاره الافريقيه للمره السابعه على التوالي زي ما كابتن طارق كان بيقول في بطوله السوبر جلوبال، في بطوله العالم اللي بتقام في قطر كل سنه، هو هيمثل القاره الافريقيه غالبا ان شاء الله. فكده خلاص، عشان كده كان النادي الاهلي بيستعد لدخول الصاله. اتفضل يا كابتن.